يس، يعطيكم العافية شباب. بدنا اليوم نشرح لكم الجزء الماضي اللي أعطيناكم إياه بالمرة الماضية للإمبورت تبع فايل أوتوكاد، وكيف نوصل لنتيجة لل3D من هذا الأوبجكت. أول إشي بدنا نجهز الفايل تبع الريفت عشان نعمل فيه داخله إمبورت لفايل الأوتوكاد، بدنا يكون عندنا ريفرنس للرسم. فبالتالي بعمل نيو، بروح على متريك اركتكتشرال تمبليت وبعمل اوكي. المفروض اغلبكم عمل اوريدي اليونتس انها تكون دائما بالميترز، لكن للي مش عاملها بنروح على مانج بروجكت يونتس، من لينكث باخد اليونتس تبعتها بحولها لميترز، والراوندينج دي يكون في انا عندي 2 ديسيمال بليسز وبعمل اوكي. هلا بهاي النتيجة انا هون بكون عندي البروجكت مرفوع موجود، وال work space تبعي جاهز ليحتضن او ليعمل import لفايل الاوتوكاد. هلا فايل الاوتوكاد احنا بعتنا لكم اياه زي ما انتم شايفين هون على الشاشة، هو two plans او two levels، يعني يجب فصلهم بالبداية عشان اقدر ادخلهم مفصولين على الريفت. فبالتالي بختار اول واحد، في عنا command اسمه الويندو بلوك اللي هو W، او ممكن اروح على الكوماند تبع كوبي واعمل فايل جديد. فبالتالي انا بدي اعمل كوبي، هاي نيو فايل، بيست، وبحاول اضل قريب دائما من الزيرو زيرو، هاي هي الاوريجين بوينت، عشان الفايل تبعي او الرسمه تبعتي لما اعملها امبورت على الريفت ما تكون كتير بعيده عن الاوريجين بوينت. هذا الفايل الاول بدنا نعمل له سيف، بدنا نسميه ليفل 2 لانه هذا البلان اللي فوق. وبالنسبة للفايل اللي تحت او الرسمة اللي تحت نعملها باسم ليفل 1، كمان نفس الاشي قريب من الاوريجن بوينت، كنترول سيف، هاي ليفل 1. هيك انا صار عندي الفايلين جاهزين ان انا اعملهم امبورت على ريفت. كيف بعمل امبورت؟ بروح على insert، بكون في عندي دائما خيارين لأتعامل مع فايلات الكاد، إما بلينك أو بإمبورت. إحنا راح نتعامل مع الإمبورت. أول ليفل، بما إنه أنا على ليفل 1 راح أسحب أول فايل اللي هو ليفل 1. قبل ما أعمل open دائما بغير اليونتس لميترز، هذا كتير مهم إن أنا أدخل اليونتس صح. بالنسبة للبوزيشننج، الأوريجن يوجوالي ما بيطبق صح 100%، فما بعتمد عليه 100% وبكبس على open. هذا هو الفايل او هاي هي الرسمة تبعت ليفل 1، بعملها unpin اذا بدي احركها وتكون بمنتصف الفايل تبع الريفت. هلا بالنسبة للفايل الثاني او الليفل الثاني، نفس البروسس، import ليفل 2، بتأكد اليونتس meters، بعمل open. وهلا بيجي عنا الكوماند الثاني اللي هو align. align اختصاره على الكيبورد AL، واذا انا بروح على modify وبكبس هون كمان بفعل هاد الكوماند. بالعادة بختار اول اشي الريفرنس بعدين التارجت، فبالتالي انا بدي اركب هذا الفايل او هاي الرسمة على هاي الرسمة اللي هون، فبالتالي هاي هي الريفرنس وهاي هي التارجت. فاول اشي انا بدي اعرف الجدار من هون، بدي اركب هذا الجدار عليه. إذا ما رضي يمسك الأندرلاي عندكم بس نيجي من سيلكت وبحكي له اسمح إنك أنت تمسك الأندرلاي. فبالتالي نفس الإشي، هاي الريفرنس وهي التارجت، بعرف ليش مش راضي يمسكها. خليني أروح أجربها من السايت بلان مرة تانية، اللاين، هاي الريفرنس، هاي التارجت، تمام. ما زبطت لأن أنا ما كنت عامل unpin. الunpin البن تول هي بتمنع الموف، بتمنع أي تغيير للبوزيشن بهاد ال imported object. بالتالي خليني أجرب مرة تانية، هي align، هي الجدار الأول ركب، بعدين مثلا ناخد هاي ال edge مع ال edge اللي موجود هون، فبالتالي رسمتين ركبهم مع بعض. يعطيكم الفاتحة.